هنا تجري الاستعدادات على قدم وساق من حيث عديد القوات والأسلحة مختلفة الأنواع الثقيلة منها والخفيفة لوضع اللمسات الأخيرة لتحرير قرية بشير من دنس وبراثن عصابات داعش الإرهابية. فرقة العباس عليه السلام القتالية أكملت خططها لاقتحام القرية وهي بانتظار ساعة الصفر. كل القوات مستعدة إلى تطهير البشير، وأعتقد العملية هي مو صعبة، خلال ساعات يعني ما تطول إن شاء الله، لكن احنا ما اعرف التأخير، منتظرين الأوامر من جهات العليا، يعني كل احنا متحضرين منتظرين ساعة الصفر، بس التأخير شنو السبب ما نعرف. مقاتلو فوج مغاور الفرقة استغربوا من تأخير عملية اقتحام القرية، وأنهم على أتم الاستعداد لتنفيذ الواجب المقدس، معاهدين إخوانهم التركمان باسترجاع أراضيهم جنبا إلى جنب معهم. نحن قيادة فرقة العباس القتالية على أتم الجاهزية والاستعداد لخوض معركة قرية البشير، حيث نحن على استعداد كامل منذ شهرين أو أكثر، ولكن لا نعرف سبب التأخير. الشباب متهيئين تهيئة كاملة وعلى هبة الاستعداد من كافة مستلزماتهم، أحتذية، أسلحة، ولكن التأخير هذا شيء لم تعرفه فرقة العباس القتالية. تركمان هم من عندنا، لأن جزء من العراق، وإحنا نعاهدهم أنه نحرر أرضهم ونردهم لأهلهم سالمين وأراضيهم يرجع والأمان يرجع إن شاء الله، هذا اللي نقدر عليه إن شاء الله. إذن بوصلة التحرير اتجهت نحو قرية بشير ومنها إلى الحويجة والشرقاط ونينوى. من قاطع قرية بشير، هاني الشيخلي، قناة بلادي.